خير. يا مرحبا، تفضل. مرحبا، كنا قلبنا. كيف تفضل تفضل. سمعتنا عم نحكي عن الرياضه، كيف نحطها. ما شاء الله عليك، وجعت لي ايدي يا زلمه، انتبه المره الجاي. كيف نحط الرياضه وتكون هيك بارت من اليوم تبعنا بالرزنامه، مثل الترويق او الغداء او العشاء؟ كيف بقدر اعمل هذا الشيء؟ هو مبدئيا اغلب الناس حاليا السوشيال ميديا وتطور المواصلات وتطور الحياه والتكنولوجيا سهلت علينا الحياه، فاحنا بقينا عندنا نسبه كسل اعلى من زمان. فنقدر نقول مثلا زمان قبل التطور ده كله كان اغلبنا بيحاول يتحرك دايما، بيحاول يروح شغله ماشي، بيبقى عنده مثلا بايك بيروح بيه الشغل الى حاليا كلنا العربيه، لو مش عربيه باخد تاكسي او باخد اي مواصلات، فنشاطنا قل. فكلنا بقى معتقدين ان احنا عشان نمارس رياضه الموضوع هيكون موضوع صعب جدا جدا جدا، لان احنا خلاص تعودنا على الكسل وتعودنا على الراحه. لو عايز اقلب التلفزيون كنت زمان بقوم اقلب التلفزيون، دلوقتي خلاص هستخدم الريموت من على بعد يعني. فيعني زمان قوي بس يعني مثلا هنقول يعني زمان كانت كل حاجه محتاج تعمل فيها مجهود، المجهود ده كان هيخليك مع الوقت انت شخص نشيط، انت حاليا تحولت لشخص مش نشيط. فدايما بيكون عندك اعتقاد ان انا ما عنديش اراده ان انا اعمل حاجه دي، انا محتاج اراده عشان اعمل حاجه دي. فالفكره مقلوبه شويه. طب ان احنا بيكون عندنا جول او هدف هو اللي بيستحضر الاراده، مش بستحضر الاراده عشان احقق الهدف. يعني حط الهدف اول شيء بعدين اخلق الاراده. زي مثلا كلنا بنشتغل عشان بنسبه كبيره، بعيدا عن بحب شغلي او ما بحبوش، في مرتب هيجي اخر الشهر. فسواء حابب الشغل النهارده مش حابه، هصحى في معادي وهروح الشغل عشان الهدف بتاعي ان انا اخر الشهر هاخد الراتب او هاخد الفلوس اللي انا هقدر اعيش بيها. فنفس الفكره، انا النهارده بحط لنفسي هدف، بنحط هدف على المدى البعيد وهدف على المدى القريب. الهدف اللي على المدى البعيد زي مثلا يكون عندي هدف ان انا لحد ما يبقى سني كبير افضل محافظ على صحتي، فدي حاجه هتخليني دايما مستمر في الرياضه على مدار حياتي. الهدف الصغير مثلا زي ان انا بعد شهرين محتاج اخسر 2-3 كيلو، او مثلا في خلال الفتره الفلانيه عندي الايفنت الفلاني او عندي الشيء الفلاني، ففي خلال الفتره دي انا محتاج في التوقيت ده اكون مثلا في الوزن الفلاني. فكده انا دايما بقسم حياتي اهداف صغيره من هدف لهدف، وهدفها مش بتخلص اكيد، وعندي هدف كبير ده بيخليني دايما مستمر في الوقت اللي مفيش اهداف صغيره. بس خلينا نكون صريحين، يعني شوي يمكن الناس اللي بتمارس رياضه بطريقه غلط تكرهها طول حياتها وما بتعود مثلا بيصير لها خلق انه هي ترجع مثلا تسجل بنادي او بجيم. يمكن لو كان في حدا مثلا يساعد هذا الشخص انه هو يبلش صح ويحب الرياضه بطريقه مضبوطه، لانه مثلا ما عم يضغط عليه فوق طاقته، ما عم يعمل تمارين خاطئه، يمكن هذا الشيء بشجعنا، صح ولا لا؟ يعني احنا لو كان معنا مثلا بيرسونال ترينر وقادر انه هو يعطينا التمارين اللي على قدنا اليوم ونبدا نتدرج فيها، ما رح نوصل لدرجه انه احنا نكرهها. لكن احيانا البدء بطريقه خاطئه بالرياضه هي اللي بتنفر بعض الناس. قد ايه هذا الحكي صح؟ اكيد طبعا. حاليا المجال الرياضي تطور جدا، خصوصا في الامارات هنا المجال الرياضي متطور جدا، وموضوع التدريب في الجيمات متطور لاقصى درجه. لان حاليا ما ينفعش اي حد يشتغل كمدرب بدون ما يكون دارس تدريب، سواء الدراسه كمان مش بدرس بس ان انا ازاي امرن، انا بدرس كمان ازاي اتعامل نفسيا مع الكلاينت بتاعي، ازاي اقدر اخده تدريجيا ستيب باي ستيب لحد ما يوصل للهدف بتاعه. زمان ما كانش فيه كل الكلام ده، فكان الناس ممكن يروح الجيم المدرب اللي واقف ما عندوش معلومات كافيه كان بياخدك يحاول يخليك تعمل اعلى مجهود عشان جسمك يوجعك، فتبقى ماشي مبسوط ان انت جسمك وجعك وعملت رياضه. الكلام ده كله اتغير تماما، لان حاليا بقى الموضوع علمي زياده. ثانيا، حتى لو مش متاح ان انا اشوف مدرب فاهم، زي ما السوشيال ميديا بنستخدمها في ان احنا نقعد عليها ننزل صور نصور الاكل الخ، حاليا بقى في وعي كبير جدا عن طريق السوشيال ميديا، مدربين بينزلوا معلومات ابلكيشن ممكن تستخدمه يقول لك التكنيك الصح للتمرين. ناس بتصحح المفاهيم الغلط عن طريق ان هو يقدر مثلا في التغذيه مثلا يعمل وصفات صحيه. يعني احنا نقدر نقول مثلا من 10 سنين كان عشان واحد يعمل دايت هو متخيل انه ياكل اكل مسلوق واكل مشوي، مفيش اي خيارات تانية قدامه غير كده. دلوقتي الموضوع اختلف، سواء على حتى لو رحت سوبر ماركت هتلاقي ادوات طبخ متطوره بتعمل لك الحاجات اللي انت ما كنتش بتعرف تعملها بطريقه صحيه.
لو فتحت القنوات هتلاقي في برامج بتقدم وصفات للاكل الصحي، لو نزلت ابلكيشن هتلاقي ابلكيشن بيقدم لك حاجات في الاكل وبيقدم لك حاجات في الرياضه بيقول لك ازاي تتمرن صح. هتلاقي ناس كتير جدا مدربين منتشرين على السوشيال ميديا بيقدموا التمارين الصح وبيقدموا الافكار الغلط اللي كانت منتشره، فكل ده اكيد تغير كتير في مفهوم الرياضه. يعني لا مش انا، مش انا كشخص يعني، انا بعرف من ناس برا، انا ما بروحش الجيم، كل ما اقول بدي اروح الجيم انا بسجل بدفع الاشتراك بستفيد منك، روح مرتين بس ادفع وبس جدد. بيقول لك في يوم للاجرين ويوم للايدين ويوم الجدي، هذا من اسوء الايام اظن يكون يوم الجدي اسوء الايام اكيد، يوم للدينين. كيف يعني انت بتشقف جسمك قطع وكل قطعه لها يوم لحاله تتمرن؟ تمام، هو جسمنا طبعا في اجزاء، لما باجي امرن الجسم لازم اقسم الاجزاء دي او ادي كل جزء مجموعه من التمارين. البروجرام اللي انا بمشي عليه بيختلف، البرامج كتيره، في برامج ممكن تدرب كل اعضاء جسمك في يوم واحد، في برامج بنقسم فيها الجسم الجزء العلوي نمرنه في يوم، الجزء السفلي نمرنه في يوم، في برامج بنقسم الجسم كل عضله لوحدها. فاختيار البرنامج بيكون بناء على هل انت لسه جديد في الرياضه او هل انت واحد محترف او قديم في الرياضه، الجول بتاعك بيختلف في البروجرام اللي انت هتمشي عليه. لكن في الطبيعي عدد الايام بيكون اكتر حاجه هي هتجبرك على البروجرام اللي انت مشي عليه. يعني انت لو تروح تتمرن يومين في الاسبوع او ثلاث ايام في الاسبوع، في الاغلب هتضطر ان انت تتمرن عضلات جسمك كلها في يوم واحد عشان تقدر تمرن العضلات دي مرتين على الاقل او ثلاث مرات في الاسبوع. لو انت وقتك اطول بتقدر تروح الجيم اربع ايام مثلا في الاسبوع، ممكن نقسم لك الجسم الجزء السفلي في يوم والجزء العلوي في يوم. لو انت واحد مثلا زي مثلا بتمرن ست ايام او سبع ايام في الاسبوع، ممكن تاخد كل عضله من عضلات جسمك في يوم. فاختيار البرنامج اللي انت هتمشي عليه بيكون يختلف من شخص لشخص، ده غير ان احنا اذواقنا مختلفه، قوه تحملنا مختلفه، فلازم واحنا بنعمل بروجرام لاي حد او برنامج لممارسه الرياضه لازم اراعي الامور النفسيه للشخص اللي هيمارس الرياضه. ما ينفعش واحد عمره ما لعب رياضه ولا عمل اي حاجه اجي اقول له تعالى احنا النهارده هنعمل كل التمارين اللي في الدنيا. لازم نفسيا اهيئك ان انت تدريجيا تعدي المرحله الاولى، لان كلنا اي حد بيتكيف على اي عاده في 21 يوم تقريبا. يعني بعض الدراسات في العلم النفس قالوا ان الانسان بيقدر في خلال 21 يوم يسيب عاده غلط او يتعود على عاده جديده عموما. يعني فانا ما ينفعش اجيبك بعد سنين قاعد في البيت اقول لك تعالى انت هتبقى بطل عالم. دي من ورا العاده برضو الاهداف الواقعيه، لازم يكون الهدف بتاعي اللي انا بحطه ليك يكون هدف واقعي عشان اساعدك انك تستمر. ودي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، ان اغلب الناس مش بتستمر بسبب اغلبنا بيروح الجيم عشان يخس يعني. فمثلا عنده زياده 5 6 كيلو او 10 كيلو، رايح معتقد ان هو هيخسهم في اسبوع او في 3 4 ايام، او يشوف الكابتن بص مرات المدرب يروح يغريك. يعني تدخل اي جيم جديد يقول لك المدرب انا والله حغير جسمك باسبوع كامل بس خليك معي واشترك معي، ما ده نوع من انواع البقى. هذا بيصير ماركتنج تجاري اكثر، بس صاير وايد على فكره هذا الشيء. يعني الواحد بالاخص اذا الواحد كان عنده بيرسونال ترينر تلقاه طول الفتره التدريب يذكرك بالايام اللي جايه تحجز معي تجاري. بالضبط تجاري. بس بما انه حضرتك ذكرت انه اغلب الناس اللي عم تروح على الجيم عم تروح منشان يقل وزنها، قديش هذا الشيء صحيح؟ يعني هل يعني انه انت كشخص ما بدك وزنك يقل وعاجبك وزنك اللي انت فيه تلغي الرياضه من حياتك؟ لا طبعاً. لا طبعا، هي ممارسه الرياضه لها فوائد كثيره على مستوى الصحه النفسيه، على مستوى الاخلاق. اغلب الرياضيين، عشان اغلب الرياضات فيها قوانين، يعني كره القدم ليها قوانين، السباحه ليها قوانين، اي رياضه ليها قوانين. فالرياضي بيتعود طول حياته ان هو يحاول يلتزم بقوانين الرياضه، فده بيخليه في الحياه العامه شخص ملتزم شويه. يعني طبعا كل شيء ليه نسبه وتناسب، بس هنقدر نقول بنسبه 80% اغلب الرياضيين بتلاقيهم ملتزمين شويه لان هم اتعودوا على تطبيق القانون في الرياضه، فلما بييجوا يتعاملوا في الحياه العاديه برضو بيكون عندهم قدره على تطبيق القوانين. النقطه الثانيه، الرياضه بتدي ثقه في النفس. يعني قدرتي مثلا ان انا عارف ان انا مثلا لو طلب مني ان انا اعمل حاجه معينه تلتزم قوه هقدر اعملها تخليني واثق في نفسي. لو انا عندي ديفوهات في جسمي ممكن يهز نفسيتي شويه او يخليني تعبان او يخليني مكتئب، لكن انا واثق ان شكل جسمي كويس هيخليني دايما في اي مكان عندي ثقه ان انا اقدر اروح المكان اللي انا عايزه وما عنديش اي مشكله. فالرياضه عموما بتدي كل الاوبشن ده، انت بتاخدي من الرياضه كل الحاجات، بتاخدي ثقه في النفس،
قدره ان انت تقدري تعملي اي حاجه، ما تحسيش بالضعف، غير انه اللياقه حتى كمان بالزبط. على مستوى انه يكون شخص قادر انه يعمل حيلا اكتيفيتي، يكون قادر يتسلق جبل، قادر يلعب لعبه معينه، يمكن هاي كل الاشياء بتاثر. بس فعلا ارتبط عنا احنا موضوع انه خساره الوزن بالجيم، يعني بتلاقي هو مثلا قاعد ما عم يعمل دايت، بما انه كمان اخصائي تغذيه، كثير في ناس عم تخلط بين هذا الموضوع بين الدايت والرياضه، بقول لك ما انت ما رح تضعف من دون رياضة. ما بيعرف انه الرياضة بتيجي بتكمل يمكن 20% وبتساعد على شد الجسم، وفي ناس بتقولك لا ما انا بروح على الجيم وبيرجع بياكل اكل عادي. قديه في لغط بهذا الموضوع، الناس يعني بتخلط. هي الفكرة كلها ان حياتنا كلها ارقام، يعني انا جاي عارف ان انا هاخد كام كيلو متر لحد ما اوصل هنا، سني كذا، طولي كذا، وزني كذا، في حياتنا كلها ارقام، حتى الاكل والشرب ارقام، احتياج جسمي من سعرات حراريه. يعني العلماء لما جم شافوا لقوا ان الاكل ليه سعرات حراريه، من المقياس بتاع الاكل السعرات الحراريه، فلقوا ان جسم الانسان بيحتاج يوميا عدد من السعرات عشان يقدر يعمل العمليات الحيويه زي نبضات القلب، زي الدوره الدمويه، يلخ من كل العمليات الحيويه، زائد مجهودك اليومي. فانا لما باكل كميه سعرات اكتر من السعرات اللي جسمي محتاجها فوزني هيزيد، هاكل اقل وزن هينزل، هاكل نفس السعرات وزن هيفضل ثابت. فممارسه الرياضه بتساعدني ان انا اقدر اكل كميات اكتر من السعرات الحراريه. هنفترض ان انا بروح الجيم كل يوم ساعه او ساعتين، ممكن احرق 1000 سعر حراري، فانا كده اقدر اضيف على كميه الاكل بتاعي 1000 سعر بدون اي مشكله. ده غير ان العضلات عامله زي مثلا لما يكون عندي خيمه وشدد لها خشب او حاجه عشان تبقى مشدوده، فقوه العضلات بتبقى شاده الجسم، فحتى لو حصل زياده بسيطه في الوزن ما بتكونش ظاهره زي الشخص اللي عضلاته ضعيفه برخي. مجرد ما بيزيد بيتحول شكله لشكل الدائري، لكن حتى الشخص اللي عضلاته قويه بيكون دايما الكتف كبير، بيبقى شكل مثلث شويه من منطقه الكتف والوسط، فحتى لو حصل زياده بسيطه في منطقه البطن او ايا كانت المنطقه بيبقى محافظ على الشكل الجمالي بتاع جسمه، عكس الشخص اللي ما عندوش عضلات بيبقى شكل جسمه من فوق صغير خالص، فمجرد ما يزيد يبتدي ياخد شكل دائري. فده بيخليه دايما حتى لما يبتدي يعمل دايت مش راضي عن نفسه، لان عنده جسمه شكله مش حلو، حتى لو خس جسمه شكله مش حلو. فممارسه الرياضه بقى بتدينا النقطه دي، ان انا بكون عضلاتي قويه، ده غير بقى الفوائد التانية على المستوى النفسي، لان طبعا انا اغلبنا عندنا وقت فراغ كبير جدا، طبعا الفراغ ده لما هلعب رياضه اكيد الموضوع هيختلف، اغلبنا عنده ستريس في الشغل وضغط وفي الحياه العامه، فببقى عايز يمسك حد كده يطلع غله فيه، فلما يروح الجيم ويمسك اوزان ويتمرن ويجري ويلخ بيطلع الطاقه السلبيه دي في ممارسه الرياضه، فبيخرج من الجيم يعني متخلص من 80-90% من المشاكل النفسيه اللي عنده، فيبتدي يقدر يتعامل في المجتمع لانه خلاص خرج الطاقه السلبيه اللي عنده، بدل ما يروح البيت يخرجها في البيت ويتخانق ويعمل لنا مشاكل اسريه يلعب البوكسين او العشاء داخل بالضبط او يتخانق في الشارع. زين احنا مرات نروح الجيم يقول لك يعني الواحد كل ما واظب على الجيم اكثر كان يحصل نتائج احلى واكثر ومدة زمنيه كان قصيره اكثر، بس صحيح الواحد كم مره يقدر يروح الجيم في الاسبوع تقريبا؟ يعني نقدر نقول اقل حاجه خمسه. لا لا خمسه يعني ده شخص يكون اكتف خالص، خمسه يعني نقدر نقول 3 مرات في الاسبوع يعني رقم كويس، لان عشان تحمي نفسك من الامراض اغلب المنظمات العالميه زي مثلا الجمعيه الامريكيه للطب الرياضي او مثلا الجمعيه الامريكيه لمرضى السكري بينصحوا الناس بممارسه الرياضه حوالي 30 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، ده علشان خاطر تحمي نفسك من الامراض زي الضغط زي السكر زي امراض العصر المنتشره عموما، دي مش عشان خاطر تقوي العضلات ولا عشان خاطر تبقى شكلك كويس، دي عشان خاطر تحمي نفسك من الامراض. فعلى الاقل خالص نمارس الرياضه 3 مرات في الاسبوع لمده 30 دقيقه، دي اقل حاجه عشان صحتي، يعني دي عشان صحتي. لو انا ليا اهداف ثانيه زي ان احافظ على شكلي، زي اني احافظ على عظمي ومفاصلي وقوتي، يعني نقدر نقول نزود المده يبقى على الاقل 3 مرات في الاسبوع بس على الاقل ساعه تقريبا. كابتن محمد كثير انبسطنا بالمعلومات الشيقه، شوي عطانا بوش، شوقتني اروح الجيم الصراحه، شوقتني اروح اجدد الاشتراك بس لا ان شاء الله اجدد الاشتراك. كثير انبسطنا في بالمياه اللي معك، هلا هنطلع بريك وهيك تعلمنا شويه كم تمرين هيك اوف اير. اوكي شكرا. اوكي تحت امرك.